كابتن اشرف هارد لاك نادي الجزيره قدم مباراه جيده وقدم كمان سلسله من المباريات وموسم جيد في على الاطلاق هارد لاك، ولكن هذه الرياضه واكيد بنقول النادي الاهلي كمان مبروك يا كابتن اشرف. انا اولا الف مبروك للنادي الاهلي، يعني والفريق والنادي الاهلي يستحق البطوله. واحنا كنا بنتكلم في اول مباراه هو هارد لاك طبعا نادي الجزيره يعني، ومبروك لنادي الجزيره ان هو قدر يوصل للنهائي ضد فريق زي فريق النادي الاهلي بكل عناصره وامكانياته وخبرته، ويعني انجاز انه يوصل في الكاس والدوري يلعب فريق زي ده ويصمد. احنا كان املنا ان هو يبقى الجيم بشكل افضل من ده، بس هي دي النقطه يعني. احنا قلنا ده فرق خبره لاعبين، فرق اعمار، فرق بنش كمان البنش طبعا ده عامل مهم.